أهلا وسهلا بنكهة المايا وغيرهم، يعني القبائل ما عندهم نكتة، ما بيبكوا، كل الوقت حياتهم احتفال. بس حدا يموت مطرح ما بيموت، البدن بيندفن بدون كفن. طلعوا فينا شو بتقولوا نكتة؟ ليه بتلبسوا تياب؟ شوفوا فيلم The Gods Must Be Crazy. بس اجا الانسان لعندهم بلشوا يصيروا مثلنا، مثل الوقت اللي عملوا حفلة خطابات للحيوانات، قام الأسد حكي النهر أكبر من البحر، حكي كتير حلو وقالها، وكل الحيوانات حكيت حلو كتير، وفي شوية ناس بعيون بني آدم بشر. بعدين هالبني آدم قالوا له إنه منعترض شيء إنه حكي يكون حد عظيم، هالمسرح هالناس الحيوانات الخطابات، بس انه ليش في شوية انه هيدا الكذب؟ قال هي الشغلة الوحيدة اللي تعلموها منكم، تعلموها من الانسان اللي بيعيش معنا، الحيوان بصير مثلنا. نحن الكذب ملح الرجال وعيب على اللي بيصدق. كل يوم المرة بس الرجال فوت على بيتها بتقول لها اما انتبهي شوف عليه. قالت له شعرة شقرة؟ كنت مع وحدة شقرة. شعرة بيضة هون؟ كنت مع وحدة. في نهار ما في شعرة؟ قالت له كنت مع وحدة صلعة اليوم. دايما هيك. فاذا النكته هي تنفيس. كل يوم بعثوا لي شو بيقول ابو العبد. ابو العبد عنده كلب وقال بيعرف من الريحه. لقى شنتين، قال له شنتين ام العبد؟ قال له هلا شوفوا كيف بيجيبوا على الريحه. اخذ هالشنتين الكلب وراح في لوين؟ عند ابو سطيف، لانه شنتين ام العبد. بس كانت مع ابو سطيف ورجعت لبستها، شم ابو سطيف واخذ له لانه بيعرف يشم وين في سم وين في دسم.